إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هي الآية الأولى من سورة الأنفال. ربنا عز وجل بدأها بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. فاتقوا الله، وأمرنا بتقوى الله، لأن التقوى رأس الأمر كله، التقوى صمام أمان، التقوى ضمانة كبرى لقبول الصلح، والتقوى ضمانة كبرى للجوء إليه، والتقوى ضمانة كبرى لقبول نتائج الصلح، والتقوى ضمانة كبرى لدوام الصلح واستمراره مهما كانت طبيعة النزاع. فاتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تترى أكد على ضرورة التقوى في حياة الإنسان، هي الضمانة الأساس لحياة مستقرة هادفة للإنسان والأسرة والمجتمع، بل للأسرة البشرية قاطبة. التقوى صمام أمان، لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما زمكانية، تستغرق كل زمان وتستغرق كل مكان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نفهم من هذه الآية القرآنية أن الصلح فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. فريضة شرعية دلت عليها النصوص، ومن الأدلة الواردة في أمر الصلح قول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الآية الأولى من سورة الأنفال. وفي سورة الحجرات الآية العاشرة أيضا أمرنا الله عز وجل بالتقوى، فقال: فأصلحوا ذات بينكم، وأمرنا الله بالصلح في الآية العاشرة من سورة الحجرات. وفي الآية رقم 13 قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن دلالات التعارف التصالح عند وقوع النزاع، والنزاع حتما سيقع بين بني البشر. لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رجع الله مرة أخرى
إلى ميزان التقوى، وهو الميزان العادل للتفاضل بين بني البشر، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله في سورة النساء في الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال في الآية 65 من السورة نفسها، سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبق في علم الله الأزلي أن الناس سيتنازعون على الأمور المادية وعلى الأمور المعنوية وعلى المسائل العلمية، سبق ذلك في علم الله. ولكن قال لنا على لسان مصطفاه صلى الله عليه وسلم: لا يكتمل إيماننا إلا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الشرط الثالث: ويسلموا تسليما. وجمع الله عز وجل معاني الصلح في الآية 128 من سورة النساء: والصلح خير. وتأكدت هذه المعاني في الوحي الثاني في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي نصت على ضرورة الصلح وكونه فريضة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وحينما أخبر بنزاع وقع بين أهل قباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. هو إمام المرسلين وإمام المصلحين، فإذا وقع نزاع في أي مكان نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: اذهبوا بنا نصلح بينهم. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذا غرسنا شجرة الصلح في قلوبنا وفي عقولنا وفي ثقافتنا وفي عاداتنا وأعرافنا وفي مساجدنا وفي قرانا وفي أحيائنا ومدننا، سنجني الثمرات لشجرة الصلح ثمرات. من هذه الثمرات: إنهاء النزاع، وضع نقطة النهاية للنزاع مهما كانت طبيعته، سواء كان النزاع أسرياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو عقارياً أو ثقافياً أو فقهياً، مهما كانت طبيعة النزاع، فإذا غرسنا هذه الشجرة سنجني تلك الثمرات، على رأسها إنهاء النزاع.
والثمرة الأخرى طهارة القلوب، فإن الصلح ينهي النزاع ويطهر القلوب، يطهر القلوب من الأحقاد، يطهر القلوب من الضغائن، يطهر القلوب من كل ما يلوثه، ويدمر الإنسان ويدمر الأسر ويدمر المجتمعات. من ثمرات الصلح إشاعة ثقافة التسامح والتصالح بين الناس. من ثمرات الصلح العيش في سلام، العيش في أمن وأمان. فالأمن مطلب فطري، به دعا إبراهيم الله جل جلاله: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالأمن هو الحق الأول الفطري للإنسان، إذا تحقق له سيحسن استثمار حقوقه الأخرى، سواء كانت حقوقا شخصية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية. أما إذا سلب منه هذا الحق لن يحسن استثمار سائر الحقوق. فهو حق فطري أساس الأمن، والأمن والسلم والسلام من ثمرات الصلح. ومن ثمرات الصلح أيضاً ألا نبدد الطاقات، ولا نضيع الأوقات، ولا نمزق العلاقات التي تربطنا، وكلنا في حاجة إلى الآخر. ربنا عز وجل وهو يحدثنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مؤيده قال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقد قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وفي الختام أقول: إن للصلح أصول، هذه الأصول ممتدة في شريعة الله، وللصلح أصول وجذور ممتدة في ثقافتنا، في أصالتنا، في حضارتنا. فلنحسن التعامل مع شريعتنا، ولنحسن استثمار مخزوننا الثقافي، مخزوننا الحضاري الأصيل، وبذلك سيتغير حالنا إلى أحسن حال، نزولا عند وعد الله في سورة الرعد في الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا استقيموا ارحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.